مرحبا للجميع، اتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم وصفتنا عنا الكيش بالدجاج والسبانخ. اول شيء نمر لمقادير العجين البريزي وهي بات بريزي. عندي فصل بيضة، وعندي ملعقة صغيرة من الخل الابيض، ملعقتين كبار من الماء المارد، وعندي ملعقة كبيرة من المايزينا اللي هي النشا، وعندي الزبدة 100 جرام بحرارة الغرفة، وعندي الملح والطحين على حسب. خلطت الزبدة مع الطحين فقط بالأطراف الأصابع. عجين بغيزي معناته العجين المرمل، يعني ما بيتعجن بهاي الطريقة. مثل ما حكينا العجين البريزي ما بيتعجن، فقط بنشبعه بالأصابع بأطراف الأصابع وبنخليه في الثلاجة تقريبا ساعة يرتاح. نمر لمقادير الحشوة. عندي شامبينيون الفطر، سبيناغ وهي السبانخ من النوع الصغير. طبعا السبانخ غنية بالحديد، اللي عنده فقر الحديد الأنيميا فقر الدم. بالنسبة للتوابل عندي ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة، نصف ملعقة من الخرقوم والكركم، نصف ملعقة صغيرة من الأوريغانو أو الزعتر، وجوز الهند الجوزة. عندي تشيز جبن مبشور، عندي 5 حبات من البيض، وعندي فيلي الدجاج مقطع طبعا مغسول جيدا بالليمون والملح أو بالطحينة، بهار أسود، ملح، وعندي كريمة الطبخ. هاي كريمة الطبخ إذا مو متوفرة نستعمل فقط الحليب، وعندي كأس من الحليب. فردت العجينة حطيتها في المول في صينية. لما تفردوا العجينة من الأحسن نفردها على نايلون بعدين نحملها ونحط العجين. أنا راح أحط طاجين الفخار الصغير إن شاء الله تنفش معي العجينة. فيكم تحطوا حمص، لوبيا، أي شي فوق العجينة. طلعت العجينة من الفرن تحمرت. أنا استعملت الدقيق الكامل وليس الدقيق الأبيض، حطيت عليها سبانخ. هلا نستعمل الحشوة، البيض، نحط الكريم، كريمة الطبخ إذا مو متوفرة كريمة الطبخ نستغني عنها، نستعمل فقط البيض والحليب والجبن. عندي كأس من الحليب. الجبن. نفرغ الخليط. نرجعها للفرن على درجة وأخيرا الكيش عنا جاهز. شوفوا المنظر كيف. هالكيش عندي جاهز الكيش. أتمنى إن شاء الله تجربوه تعطينا رأيكم في التعليقات. كيش بطريقة صحية، يعني استعملته بالدقيق الكامل. لا تنسوا لايك واشتراك للقناة والمشاهدة للآخر، وشكرا لدعمكم.